أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة المدى ومقال الكاتب علي حسين تحت عنوان عراق المحاصصة وسنوات من الخراب. إذا كنا جميعا مستعدين لتصديق أكذوبة أن أشخاصا خدموا في بلاد الطائفية منذ عام 2003 يستطيعون أن يؤسسوا لدولة مدنية يكون شعارها الوطن للجميع، فهذا يعني أننا نتلذذ بأن نعيش دور المخدوع الذي أدمن على خطب وشعارات منتهية الصلاحية وفاسدة. 19 عاما لم نسمع خلالها سوى بيانات ومؤتمرات تندد بالطائفية وتشتم الطائفيين، وكلما أمعنوا في الكلام عن دولة العدالة الاجتماعية والمساواة التي سيعيشها الناس على أيديهم، كانت المصائب والمآسي تصب على رؤوس العراقيين لنصحوا جميعا على دولة يعيث فيها فسادا أمراء الطوائف. من ينسى صراخ أسامة النجيفي وهو يحذرنا من النزاعات الطائفية الضيقة؟ ولعل كلمات نور المالكي لا يزال صداها يتردد في الفضاء حين طالبنا جميعا بألا نصغي إلى الحكومات التي تنفث في نار الطائفية. اليوم تثبت الوقائع أن النجيفي كان يضحك علينا وأن المالكي كان يشحذ الهمم للدفاع عن مصالح دولة القانون. لقد ظل سياسيون مصرين على اعتقال إرادة العراقيين داخل أسوار الطائفية والإحساس بالخطر من الآخر، وافتعلوا أزمات سياسية محبوكة بالتوازي مع إشاعة أفلام الرعب من الخطر الخارجي الذي يحيق بأبناء الطائفة، مراهنين على أن المواطن سيلغي عقله وينصرف تماما إلى البحث عن غطاء طائفي يحميه من غدر الآخرين. في انتخابات عام 2005 وبعدها انتخابات عام 2010 وإلى انتخابات 2021 اكتشف الناس ولو متأخرين أن سياسيي الطوائف لم يقدموا خلال هذه السنوات الماضية سوى أداء كاريكاتيري مضحك، وأن مرشحيهم كانوا يخبئون دول الجوار تحت ثيابهم وظلوا حتى هذه اللحظة شركاء في تدمير الشخصية العراقية. الفساد في العراق يوحد الطائفيين، ينشر اليأس ويزيد أعداد المستضعفين، حيث الطائفة هنا ليست أكثر من لافتة يتجمع عندها الانتهازيون والمنتفعون الذين يتوهمون حربا بين أبناء البلد الواحد ليغطوا عجزهم في الحرب الأساسية لبناء البلاد وإشاعة مفاهيم الدولة المدنية والسير بالعراقيين جميعا نحو المستقبل. ولأن منطق الوطنية غائب والعدالة مقتولة صار كل شيء معكوسا، الطائفة أولا ثم الوطن، فيما السياسي يمعن في إساءة استخدام مواقع السلطة لكي يبيع الوطن في بورصة المناصب. من موقع عربي 21 نقرأ مقال الكاتب عدنان حميدان يقول فيه: ما يمكنه أن يصدق أن العراق الذي يعتبر من أغنى دول العالم بالثروة المائية، ومنها نهر دجلة ونهر الفرات ونهر العظيم ونهر الزاب الكبير ونهر الزاب الصغير ونهر الخابور ونهر ديالة وشط العرب وأكثر من 35 نهرا في شرق العراق، يموت عطشا، بل إن عبارة العراق يموت عطشا أصبحت ترند على منصات التواصل، وذلك في حملة لإنقاذ بلاد الرافدين من خطر الجفاف وسط مطالبات بعلاج لندرة المياه، مع تحذير الأمم المتحدة من انخفاض منسوب دجلة والفرات بنسبة 73%. السبب الرئيس بنظر كثيرين هو تقليص حصة العراق المائية من قبل كل من إيران وتركيا. ورد في بعض التقارير أن العراق سيفقد أنهاره بشكل كامل في ظرف 8 سنوات، مع استمرار المشهد بالصورة القائمة حاليا من استخدام جائر للمياه في منابعها قبل وصولها الأراضي العراقية، وفي ظل حكومات متعاقبة تنخرها الولاءات الخارجية واتهامات الفساد.
ما يجري في العراق حاليا إثر بناء كل من طهران وأنقرة عدة سدود على أنهاره قبل وصولها إليه، يمهد لما يمكن أن يجري في مصر لا قدر الله مستقبلا في ظل مضي إثيوبيا قدما بملء سد النهضة في عام 2001، قال كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة في حينه. إن المنافسة الشديدة على المياه العذبة قد تصبح مصدرا للنزاع والحروب في المستقبل، ولكن من الذي يمكن أن يتحرك ويطالب بحق العراق وينازع دوليا لأجله وقراره مرتبط بولاءات خارجية؟ وكيف يمكنه مطالبة أنقرة وغض الطرف عن طهران؟ إن المياه أكثر أهمية من النفط، فإذا كان النفط مصدرا للتقدم والازدهار فإن الماء مصدر أساسي للبقاء على قيد الحياة. إن إيران حاليا تنهب نفط العراق وماءه ومعظم ثرواته الطبيعية، وتسيطر والميليشيات التابعة لها على مقدراته بشكل أناني صرف، لا يفكر بمستقبل العراقيين ولا بنظرتهم لطهران وكرههم لها حتى من ذات الطائفة. العراق ومؤشر السلام والاقتصاد العالمي، مقال للكاتب إياد العناز في صحيفة البصائر العراقية. يقول الكاتب: عوامل تقدم ورقي المجتمعات والدول المتحضرة هي مديات الأمن والاستقرار وارتفاع المستوى الاقتصادي الذي يوفر للأفراد حياة حرة كريمة وتنعم باستقرار سياسي واقتصادي، يؤدي للارتقاء بعوامل النجاح والتقدم في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية كافة، ويساهم في تعزيز الجوانب التربوية الصحيحة والعوامل الإيجابية للمثل والقيم الأخلاقية التي ترتقي بالإنسان إلى مستويات عالية من التمدن والحضارة والانتماء الوجداني والنضوج الفكري والعطاء وبذل التضحيات في سبيل الحفاظ على سلامة المجتمع وتعزيز التماسك والانسجام بين جميع أفراده على اختلاف أديانهم وقومياتهم ومذاهبهم. نرى أن هناك العديد من الأزمات التي يعيشها أبناء الشعب العراقي والتي انعكست بشكل واضح على طبيعة الأوضاع القائمة في نواحي الاقتصاد والسياسة والبناء والأمن السكاني والمجتمعي، وهذا ما يجعل البلاد في أتون العديد من الأزمات التي تعصف بالمجتمع العراقي وتؤثر على مجمل سياسات الحكومة وقدرتها على مواجهة الصراعات والأزمات الأمنية والسياسية. وهنا تبرز أهمية ما ورد في التقرير العام لمعهد السلام والاقتصاد العالمي الذي صدر في 19 من حزيران عام 2022، والمختص بمتابعة مؤشر السلام العالمي في العديد من البلدان العالمية والتي تم إحصاؤها بعدد 163 بلداً. تم ملاحظة السلام والأمان في هذه البلدان. تأتي أهمية مؤشر السلام أنه يعد أهم مقاييس السلام في العالم، ويتم إصداره عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، ويستخدم 23 مؤشراً نوعياً وكمياً لتصنيف 163 دولة وفق مستوى الأمن والسلام فيها، وبذلك فإنه يشمل 97% من سكان العالم، ويتم القياس في 3 مجالات هي مستوى السلام والأمن المجتمعي ومستوى النزاعات المستمرة ودرجة العسكرة. ويأتي العراق في المرتبة 16 عربياً و157 عالمياً، في حين تقرأ النسب أن جمهورية إيسلندا تأتي في المرتبة الأولى عالمياً تليها نيوزيلندا ثم إيرلندا، وتذيلت القائمة أفغانستان واليمن وسوريا وليبيا والعراق. واعتبرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقل في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم وجود التغييرات الإيجابية الميدانية في بعض من بلدانها. ويضيف الكاتب إياد العناز أن أهمية التقرير يؤشر حقيقة ما يشهده الوطن العربي والشرق الأوسط من نزاعات وصدامات وقتال وصراعات قبلية تمتد لسنوات عديدة، مما أدى إلى تراجع حالة السلام والأمن في العديد من الأقطار العربية، وأثر سلبياً على واقعها الاقتصادي والأمني، وأدى إلى حدوث أزمات إنسانية وسكانية هددت الأمن المجتمعي في سوريا واليمن وليبيا والعراق والسودان،
وتراجع خطط التنمية الاجتماعية والإصلاح والبناء والتغيير. يبقى الحال قائما إذا لم يعالج الواقع الميداني بشكل جدي وتوضع الإمكانيات المادية والاقتصادية والحلول الجذرية لإعادة صياغة واقع اقتصادي واجتماعي يتمثل بالتغلب على هذه الأزمات وتسخير إمكانيات الدول والحكومات لمعالجة النتائج السلبية التي أضافت للأزمات القائمة واقعا مأساويا تمثل في نتائج جائحة كورونا وما ترتب عن النزاع الروسي الأوكراني وتأثيراته على الاقتصاد العالمي وظهور إمكانية انعدام الأمن الغذائي والاستقرار السياسي على مستوى العالم. يجب تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية والارتقاء بالبنى التحتية للدولة عبر برامج إصلاحية شاملة ومشاريع تنموية إنتاجية وبناء الصروح الحضارية الإنسانية ودعم وإسناد الكفاءات الوطنية واحتضان الشباب دعامة المستقبل وأمل المجتمعات في الرقي والتألق بين بلدان العالم وحضارتها الإنسانية. وهذا يمكن أن يكون عاملاً رئيساً في توطيد العلاقة الإنسانية بين القيادات السياسية وأبناء الشعوب الحرة عندما تتوفر الرؤى الإيجابية وتحتضنها الأهداف الشعبية وتساهم فيها الإبداعات الجماهيرية، فتكون أمام صيغة من العمل الجمعي الإيجابي المتمثل بالإرادة الإنسانية الساعية للتآلف والتآزر والانسجام بين جميع مكونات المجتمع وصولاً إلى حالة السلام والأمن الاجتماعي الذي يعتبر الحصين الدائم والرافد الأساسي الداعم الرئيسي لأوجه التعاون بين أبناء الشعوب الكريمة لكي تصل بها إلى مرافق وشواطئ الأمن والاستقرار والحفاظ على روحية العمل المجتمعي والحالة الإنسانية التي تعتبر الركيزة الأساسية في التواصل الإنساني والبناء الحضاري للمجتمعات الراقية والساعية للوصول إلى مراتب العطاء والوفاء لبلدانهم وحماية أبنائهم والحفاظ على سلامة الإنسان ورعاية حقوقه واحترام إرادته ومبادئه الفكرية التي يتمسك بها. نشرت مجلة ناشونال انترست مقالا للبروفيسور جوليان سبنسر تشرشل دعا فيه الغرب للتحضير مبكرا لتفكك روسيا، ذلك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محق في كلامه بأن الثورات الملونة ستؤدي إلى الإطاحة بنظام شبه الدكتاتوري في روسيا اليوم. وقال التقرير إن برنامج بوتين الاجتماعي المحافظ أو أن مقامرته الفقيرة في أوكرانيا عجلت من التحشيد ضد الانتقام منه، وتظل محاولة بوتين اليائسة من أجل تقوية الجغرافيا الروسية قبل ظهور نظام ليبرالي في المنطقة فما هو مؤكد أن دستورا ليبراليا في موسكو سيقود إلى مزيد من انفصال مناطق الأقليات في روسيا. ولا تزال فكرة استعادة روسيا الموحدة في مناطق البلطيق وأوكرانيا ومولدوفا قضية أوروبية إلى جانب قزاقستان في وسط آسيا. وبالمقارنة تحتل روسيا نسبة 11% من سطح الأرض، بما في ذلك معظم أوراسيا التي ستصبح منتجة مع تغيرات المناخ العالمي وتشترك بحدود تعرضها للخطر من القوى الأوراسية الصاعدة وهي الصين الشيوعية. وتؤمن بكين مثل موسكو أن الثورات الملونة هي أداة هيمنة أمريكية. ولو كان الغرب واعياً للانهيار المحتوم للاتحاد السوفيتي السابق لعمل على تفككه بطريقة يمكن التحكم بها، فقد تخلى الغرب عن قمع السوفييت لحركات استقلال دول البلطيق عام 1990 مقابل دعمه في الحرب ضد صدام، لكنه دعم الحركات الاستقلالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وكان من الممكن عقد استفتاءات في شبه جزيرة القرم وأجزاء من أوكرانيا لمنع النزاع الروسي الأوكراني الحالي، وكان من الأفضل الحفاظ على إرمينيا ضمن فيدرالية روسية نظرا للتحديات الأمنية الخطيرة كما هو الحال في حكم عدد من دول وسط آسيا. ورغم ما يمثله التوسع الصيني على النظام الدولي الذي تحكمه القوانين، فمن مصلحة الغرب أن يعمل على وقف التفكك الروسي، ويمكن تشجيع دول القوقاز بناء على مبدأ حق تقرير المصير والتضامن الديني والتعاون على تشكيل كونفدرالية على شاكلة يوغوسلافيا القديمة بدلا من الدخول في نزاعات عرقية.
ومن مصلحة الدول الديمقراطية التأكد من عدم وقوع الشرق الأقصى الروسي تحت سيطرة الصين، إلا في حالة أصبحت الصين نفسها ليبرارية. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز مقالا للكاتب جدعون راتشمان تناول أزمة الطاقة العالمية التي تفاقمت منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، كما استعرض مدى ما يمكن أن تحققه الولايات المتحدة من مكاسب بسبب تلك الأزمة. وخلص بحث الكاتب عن جوانب الأزمة الحالية ومدى تأثيرها على أطرافها كافة إلى أن الاتحاد الأوروبي متضرر بشدة من الأزمة بسبب بدء روسيا خفض كميات الغاز الذي تصدره إلى المنطقة الأوروبية، وهو الخفض الذي تزيد موسكو من حدته بمرور الوقت في إطار استخدام منتجات الطاقة كسلاح لتخفف عن نفسها الضغوط الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها. إن بوتين تعلم جيداً من درس سلاح الطاقة الذي شهدته سبعينيات القرن العشرين، عندما ضغطت الدول الأكثر إنتاجاً للنفط في منطقة الخليج على الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل في حرب عام 1973، وأن بوتين يجيد حتى الآن استخدام سلاح الطاقة من أجل الإفلات من العقوبات المفروضة عليه بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. على النقيض من ذلك، رأى أن العكس ينطبق على الولايات المتحدة التي قد تعاني على المدى القصير من أزمة الطاقة الحالية، لكنها قد تحقق مكاسب كبيرة على المدى الطويل من تلك الأزمة. فالولايات المتحدة تجاوزت روسيا لتكون أكبر مصدر لمنتجات الطاقة عالمياً، ورغم المعاناة التي يعيشها المستهلك الأمريكي من ارتفاع أسعار الطاقة، تعتبر الارتفاعات الأخيرة في الأسعار عموداً فقرياً لقطاع استخراج النفط الصخري الأمريكي. كما تشير الإحصائيات الحالية إلى أن الولايات المتحدة تحولت إلى مصدر للطاقة، وأنها لا تستورد سوى نسبة ضئيلة جداً من منتجات الطاقة من خارج البلاد، في الوقت الذي يزداد فيه اعتماد الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم على واردات النفط من دول أخرى. وأشار الكاتب إلى أن رغبة الولايات المتحدة في فرض العزلة على روسيا وإيران وفنزويلا كانت سبباً في تعزيز موقف السعودية بين أكبر منتجي النفط على مستوى العالم، ويروق هذا الأمر للولايات المتحدة إذ لا يمكنها أن تناصب جميع كبار منتجي النفط على مستوى العالم العداء. وعلى أي حال، نرجح أن السماح بأن تتمتع السعودية بهذا الموقف المميز يفيد الولايات المتحدة سياسياً أيضاً لا اقتصادياً فقط، إذ أنها من أقدم حلفاء الولايات المتحدة. ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية الأربعاء أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة حصلت على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله، منها صور لقطبه الجنوبي بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل العام الماضي. ووصلت مركبة الفضاء تيان وين واحد بنجاح إلى الكوكب الأحمر في فبراير من شباط عام 2021 في أول رحلة فضاء للصين، وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء. ومن بين الصور التي التقطت من الفضاء أول صور صينية للقطب الجنوبي للمريخ، حيث تتركز تقريبا كل موارد الكوكب من المياه. والكاريكاتير أسلوبه الخاص في رصد الواقع.
أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.